بيقول لك مثلا نحط حبه سبانخ مخروطين على الملوخيه اللي قال يديها خضار زياده. نعم كربونات وكربونات. لا هو كربوناته بيخدر بس غلط. ده دي مواد كيماويه حبزة. والله كيماويات ما بتتحط على الطعميه. بص يا ست الكل، هي تربه الكفته معاك تخليها كاوتش، والله تربه الطعميه معاك تبقى زي الفل. تخلي الخضير ده برسيم، الخضره برسيم، يعني الفيجيتابلز الخضار لما تستوي الكوسه والبسله والفاصوليا، بس دي ماده كيماويه. ليه احط ماده كيماويه؟ طب ما نعمل احسن من كده. ايه بقى؟ الميه بتغلي عندي بحط فيها الخضار يتسلق، ما غطيهوش، ما غطيش الحل عشان ما تسقطش، ولما تستوي عندك ميه ساقعه تروح هنا على الديف روست على طول، صدمه في الميه الساقعه تبقى عندك خطره. لا الملوخيه يعني اغلي الملوخيه ما تغطيهاش لما تيجي تعمليها على البارد. دي زي ما قالت بدريه عشان ما تسقطش، احنا بنتكلم على اللون بتغمق. ما تغطيهاش الملوخيه، احنا جايبينها من الفريزر او من خرطينها، يكون الشربه بارده. بارده لازم اللي بيها في الشربه وهي بارده. وهي بارده قلبي. وبعدين ابدا يسخني بقى، وبعدين حطها على النار. هي عايزه تغلي بس. تغلي غلوه واحده بس، بتجيب الريم الابيض بتاعها بره وتعملها الطشه تحطها، ما تغطيهاش بعد ما تحط الطشه. في ناس بتقول لك ايه عشان الريحه وروح مغطينها، هوب تفتح هي تسقط تلاقيها زرقاء. لا ومن غير شهقه ومن غير مش الحركات دي، مفيش الشهقات ولا ساعات كده لما بتقعد مع ستات بتحس ان هم اغبياء، مع انها متجوزه بقى لها مثلا 15 سنه، تحس ان غبيه، وازاي في راجل يتحملها وعيال يستحملوها، وايه القرف اللي هي بتعمله ده؟ يعني ساعات بتحس كده انك عايز تضربها. كتير صح؟ كتير بس اكيد اللي هو انتوا ازاي ستات وازاي فاتحين بيوت صح؟ والله يا طيب اكيد مأديها دليفري يعني. والنبي كنا بنطبخ ايدينا اتهرت. كنا بنطبخ وايدينا اتهرت. وبعدين قابلتها بقى دليفري. لا لقيت بقى ان الطبيخ مش جايب همه. انت مش جايب همه خلاص بقى. نطلع فاصل ونرجع لقمرنا شيف شربيني. الله يخليك.